سلام. هاي، how are you? I'm fine, thank you. And you? أكيد إخوان أخواتي كنت تذكروا ربما هذا أول حوار تعلمناه في بدايات تعلم اللغة الإنجليزية ولربما علموه لنا في المدارس. الغريب في الأمر أن الكثير من الدول الناطقة بالإنجليزية ما بتتكلمش بهذه الطريقة، والغريب في الأمر كذلك أنه ما زال الكثير من متعلمي الإنجليزية لكي يجاوبوك حاليا ب I'm fine thank you and you. أنا شخصيا سألت مجموعة من متابعي في الإنستغرام وقلت لهم hey how are you، فكانت الإجابة أغلبها I'm fine thank you and you، والبعض جاوبني بالعربية كأنه يتهرب من أنه يجاوبك بالإنجليزية، والقليل جدا جدا فقط اللي جاوب إجابة صحيحة لائقة مناسبة واللي هي I'm doing well thanks how about you. في هذا الفيديو غادي نتعلموا 8 جمل عبارات لائقة تقدروا أنكم تجاوبوا بها أي واحد سألكم hey how are you. Well, I'm pretty good, thanks. أنا بحال جيد، شكراً. 2. I'm doing great. Thank you. How about you? كتلاحظوا باللي ضفنا سؤال في الأخير. ماذا عنك؟ هذا كبين اهتمامنا بالشخص اللي أمامنا. I'm doing great معناها أنا بأفضل حال، شكراً. 3. Never been better. Never been better. هاد الجملة استعملها ملي تكون فرحان سعيد، الأمور كلها على ما يرام، حاس بنفسك، ما عندك حتى شي مشكل، فرحان جدا جدا، كنقولوا never been better. Number 4 I'm really good thank you. Number 5 I'm alright alright. أنا بخير، بحال كتقول I'm okay، وهاد الجملة I'm alright بالضبط تستعمل بكثرة في the UK. Not doing well لست بحال جيد. Not great لست بحال أفضل. طبعا هذه إجابات تقدروا أنكم تقولوها إلى كنت حاسين براسكم مشي مزيان. I've been better كنت بحال جيد ليس الآن، وهذه الجملة لائقة جدا أنكم تقولوها إلى تلقيتوا أخبار سيئة. So I've been better إن كنت بحال أفضل قبل ما نتلقى هذه الأخبار. هذه ملحوظة مهمة جدا جدا قبل ما نختم. In the UK and the US في أمريكا وبريطانيا العظمى، أي في الدول الناطقة بالإنجليزية، الناس كيسولوا بهذا السؤال hey how are you بدون ما يتوقعوا منك إجابة. يعني Hey, how are you? أصبحت تعادل hello بطريقة مؤدبة. People don't care. الناس ما كتهتمش تسمع منك إجابة، وبالتالي الشخص اللي فعلا مهتم لحالك وباغي يعرف أحوالك ما كيسولكش hey, how are you؟ وإنما كيقول لك hey, how are you doing؟ ف hey, how are you غالبا تستعمل just to start a conversation، فقط لبدء محادثة أو يبدأوا معاك الهضرة. كنتمنى هذا الفيديو يكون مفيد لكم. إلى فيديو آخر في أمان الله.